السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك ومن خلال تطبيق المستهلك الإلكتروني تفوز بجائزة كومبوليس ضمن المسابقة العالمية لابتكارات المدن الذكية، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن 6 دول على مستوى العالم. فريق طبي بمستشفى خولة ينجح في إجراء عملية جراحية لإعادة ترميم العصب السابع لطفل أصيب بأداة حادة في المنزل أدت إلى قطع العصب. القبض على متهمين آسيويين يقومان بالاحتيال والشعوذة في الأماكن العامة بمسقط عن طريق صرف العملة واستبدالها بالريال العماني.